منصة حصص جونيورز التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحتها نماذج الامتحانات الشهرية المجمعة لشهر إبريل الجاري لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، ويؤدي الطلاب في سنوات النقل المختلفة امتحان شهر إبريل المجمع بداية من يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر الجاري في مختلف المدارس بمحافظات الجمهورية. وأكدت منصة حصص جونيورز أن نماذج الامتحانات المجمعة لشهر إبريل المتاحة عبر المنصة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي حالياً بتتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات. وأضافت حصص جونيورز أن الاشتراك الآن في المنصة لمختلف الطلاب ب 100 جنيه بدلاً من 300 جنيه، ويمكن الوصول إلى المنصة والاشتراك فيها، وهسيب لحضراتكم الرابط الاشتراك في منصة حصص جونيورز في صندوق الوصف، وهتلاقوه إن شاء الله موجود بجوار عنوان الفيديو. وحصص جينيورز هي منصة أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا، وتقدم خدمة مميزة للطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني من المرحلة الإعدادية، حيث إنها بتقدم مختلف المواد الدراسية للطلاب بالمدارس العربي واللغات، بالإضافة لتدريب الطلاب على الأسئلة والامتحانات من خلال توفيرها لنماذج الامتحانات الشهرية الاسترشادية.